أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها اليوم لتسليط الضوء على عمل اللجنة العسكرية. ماذا أنجزت وما أبرز العوائق التي تقف أمامها؟ وهل ستنجح في مهامها؟ وما الذي يترتب على فشلها في توحيد القوات وفق منظومة مالية وعملياتية موحدة؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة، نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجد، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. إعادة دمج قوات الجيش والأمن وفق منظومة عملياتية ومالية موحدة تشرف عليها وزارة الدفاع والداخلية، مطلب ظل يتردد على امتداد تاريخ الحرب، لكن معادلة القوة على الأرض وحسبة المصالح المحلية والإقليمية أبقت على تلك المطالب مجرد حديث يلاك في أوقات الفراغ والمناكفات السياسية، إلا أن التغييرات التي طرأت على هرم السلطة الشرعية فتحت آفاقا جديدة لإنجاز بعض الملفات التي ظلت عالقة، وفي مقدمتها توحيد القوات المناوئة لانقلاب ميليشيا الحوثي. أول تلك الإجراءات كانت تشكيل لجنة عسكرية في نهاية مايو المنصرم تعنى باقتراح آليات لعملية الدمج والتوحيد. اللجنة على ما يبدو تواجه الكثير من الصعوبات، وما أنجزته حتى الآن رؤية وضعت بين يدي قيادة المجلس الرئاسي لعملية دمج الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. يقول البعض إن اللجنة تسير ببطء شديد، والواقع أنها تسير بموازاة لكثير من القضايا والتغييرات التي يرتب المجلس لإحداثها خلال الأيام القادمة، الهدف منها خلق أفق جديد وشامل للخروج من مرحلة العجز المستمرة منذ زمن هادي في السلطة. كثيرة هي الأحاديث التي تدور في الأروقة المغلقة، وكثيرة هي الطموحات والآمال، ومثلها التعقيدات والعراقيل، وقليل هو الإنجاز. والأهم في ذلك كله أن يلمع في عيون اليمنيين بريق غطى عليه دخان الحرب أحيانا، ولؤم الحسابات الضيقة في أحيان كثيرة. أهلا بكم من جديد. ينضم معنا من القاهرة الباحث في مركز صنعاء حسام ردمان، ومعنا أيضا الخبير العسكري اللواء محسن خسروف. مرحبا بكما ضيوفي الكرام، وأبدأ معك أستاذ حسام ردمان. يعني منذ نهاية مايو حتى اليوم، ما الذي حققته اللجنة العسكرية المكلفة بإعادة دمج قوات الجيش والأمن تحت مظلة وزارتا الدفاع والداخلية؟ ما هو تقييمك لما أنجزته حتى الآن منذ تشكل هذه اللجنة؟ قياسيا يمكن القول بأن وتيرة العمل الذي في مهام هذه شديد، لقد يكون متفهما نتيجة الملف داخل الى سبيئاتي، وايضا من جهه اخرى لدينا الشركه القديمه التي خلال 7 سنوات وصارت الشرعيه وبروز الكثير القوى الفاعله على الارض. هناك العديد من الشركات الكثيره الموجوده اليوم في مسرح العمليات، منها قوات الجيش الوطني، منها الويات العمالقه الجنوبيه، منها المجلس الجنوبي، منها. نعم أستاذ حسام، أعتذر على المقاطعة، ولكن هنالك إشكالية في الصوت، سأعود إليك لتكمل إجابتك عن نفس السؤال ولكن بعد معاودة الاتصال بك. إلى ذلك الحين أنتقل إلى ضيفي اللواء محسن خسروف. مرحبا بك سيادة اللواء. سيادة اللواء محسن، هل هنالك فرصة حقيقية لعملية دمج القوات هذه ونجاح مهمة المجلس العسكري؟ لحظة من فضلك، لحظة ثواني. شكرا جزيلا. الحقيقة أن هناك عوائق كثيرة وكثيرة جدا أمام إنجاز أي خطوة من الخطوات في اتجاه توحيد القوى العسكرية، وكل تشكيل أو قوة تصر قيادتها على أن تظل كما هي. نعم. المجلس الانتقالي أو الجلوية العمالقة أو الساحل يعني. وربما تكون الساحل أقرب إلى الاستيعاب أو الاستجابة. وفي هذه الحالة أنا شخصيا عندي رؤية. وأتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار.
لو نجحت أو سعت القيادة السياسية والعسكرية في توحيد القيادة، قيادة هذه التشكيلات، يعني أن تظل قوات العمالقة كما هي والساحل كما هم وقوة المسير الانتقالي كما هي بقيادات، لكن قيادة هذه القوى تنضوي تحت قيادة وزارة الدفاع والداخلية تمام، وتنفذ مهام عسكرية وأمنية في إطار خطة الدولة، خطة الشرعية لاستعادة الدولة بشكل عام. هنا سيكون هناك يعني إمكانية لإنجاز حقيقي. أنا أعرف أن الكلام هذا وليس بأيديهم، هذه ليس بأيديهم. الباسورد خارج اليمن، كلمة السر خارج اليمن، ولكن إن نجحت قيادة الدولة الشرعية في توحيد القيادة بحيث تصبح قوات الأمن كاملة وقوات الداخلية كاملة أو الجيش كاملة تحت قيادة وزارة الدفاع والداخلية، وهي كما هي دون دمج، لأنه الدمج هنا سيثير قضايا مناطقية وطائفية وحزبية ومرجعية، أيضا حتى المرجعية ستأخذ يعني أبعادها. يعني لو نجحت في توحيد القيادة واتجهت نحو استعادة الدولة بهذه التشكيلة كما هي، ستكون نتائج إيجابية وممتازة. يعني نعم، إذا سأعود إليك سيادة اللواء. يعود معي سيد حسام ردمان. سيد حسام، اكمل حديثك. كنت قد سألتك عن ما الذي حققته اللجنة العسكرية حتى اليوم منذ تشكيلها. على الصعيد العملياتي يمكن القول بأننا لم نجد حتى الآن مفاعيل واضحة مثلا لمسألة توحيد القيادة العسكرية، وكما أشار اللواء مصر الفصول، كلمة السر في إنجاح هذه الخطوات هو أن التركيز يتم على توحيد القيادة العملياتية للقوات العاملة على الأرض دون التطرق إلى إدماجها بشكل كامل، وهو أمر معقد وقد تكون لديه تداعيات كبيرة حتى على مواجهة البلوتي على المدى القريب والمتوسط. نعم. بالتالي استطاعت أن تشتمل على اللجنة العسكرية، وقد هذا مؤشر مهم على جدية الأطراف الموجودة في المجلس الرئاسي استكمال هذه الخطوة، بحيث أنها تم تشكيل هذه اللجنة العسكرية وقد اجتمعت بحسب المعلومات التي رشحت إلينا تقريبا قبل أيام معدودة، استكملوا تقديم رؤيتهم لكيفية توحيد القيادة العملياتية لقوات المشتركة في مواجهة الحوثي، وكذلك كان هناك أيضا مقترح مقدم وهو أيضا مهم وشديد الأهمية لتوحيد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، باعتبار أن في الكثير من الاختراقات التي حصلت في الآونة الأخيرة في المناطق المحررة سواء من ميليشيات الحوثية أو حتى من بعد الجماعات الجهادية المتطرفة. متى سيبدأ العمل؟ أعتقد الآن نحن أمام تغيير مهم. حتى الآن بحسب المعلومات الأخيرة التي رشحت إلينا، هناك توجه لإحداث تغييرات في وزارتي الدفاع والداخلية، تغيير وزير الدفاع وتغيير وزير الداخلية، وباعتقادي بأن المباشرة خلق قيادة مشتركة لن يأتي قبل أن يتم استكمال هذه الجزئية المهمة. هناك عدد من الشخصيات العسكرية المهمة والشخصيات الأمنية المهمة وصلت اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأعتقد أنهم سيجتمعون مع قيادات المجلس الرئاسي، وقد نجد أن هناك تغييرات وشيكة في الحكومة اليمنية سواء في وزارتي الدفاع والداخلية أو عدد من الوزارات الأخرى. هل تعتقد أن هذه التغييرات ستكون خطوة إيجابية نحو تحقيق مهمة اللجنة؟ بالطبع هي خطوة مفتاحية وليست فقط مهمة، لأنه كما ذكرنا بأن القيادة العملية يفترض بها أن تكون تحت قيادة الرئاسة، يكون أكثر واثقا وأكثر كفاءة، سيكون له مردوده الإيجاب مرور وأمر وعلى مستوى توافق جميع القوى للانتظام تحت هذه القيادة الجديدة. بالتالي نستطيع أن نقول في الملخص العام للمشهد بأن هناك الكثير من المؤشرات المتضاربة، منها ما هو غير مبشر مثل أن العدو الأساسي الذي يواجه اليوم المجلس الرئاسي في استكمال هذه ليس له الوقت، والوقت يمر في غير مصلحته، خصوصا وأن الحوثي ينتظر وقت تفجر التناقضات الداخلية في معسكر المجلس الرئاسي كي يباشر هجومه العسكري، ولكن من جهة أخرى هذا التهديد الوجودي المتمثل بجماعة الحوثي يكون محفزا إضافيا لتسريع عمليات توحيد القيادة العسكرية والأمنية. وأيضا كانت هناك كثير من المؤشرات العملياتية أو العملية، منها تقديم الخطة الرئاسية
منها ايضا توافق قياده المجلس الرئاسي على اتخاذ مثل هذه الخطوه المؤسسه، وهذا الامر يصعب البت فيه بشكل نهائي، ولكن ننتظر الايام القادمه كي تسفر عنه بشكل واضح لنا. نعم، اذا ساعود اليك سيد حسام. اللواء محسن خصروف، يعني بالنظر الى الفجوه الكبيره وحده التباين بين اعضاء مجلس القياده الرئاسيه، ما هي المشتركات السياسية التي يمكن أن تلتقي عندها جميع القوات التابعة لهذه الأطراف المتباينة داخل المجلس السياسي؟ أنا أشكرك على هذا السؤال، هذا السؤال في غاية الأهمية، ولو أخذ بعين الاعتبار من هذا الفسيفساء المجلس الانتقالي لا خرجنا من الأزمة. كانت قوات الساحل على سبيل المثال، أعرف أنا تعاني من كثير من المشكلات، القوة التهامية وقوة العمالقة، المقاومة التهامية والعمالقة والمقاومة الوطنية، لكن نجحوا في تجاوز هذه المشكلات حينما أنشأوا غرفة عمليات مشتركة من كل هذه القوى، من العمالقة ومن المقاومة الوطنية ومن المقاومة التهامية. فقيادة مجلس القيادة الانتقالي إن نجحت في إنشاء غرفة عمليات مشتركة من كل هذه القوى ستدير العملية العسكرية الهادفة إلى استعادة الدولة بسهولة. ودعوا قوات الانتقالية كما هي وقوة العمالقة كما هي وقوة الساحل كما هي وقوة المقاومة كما هي. أما الجيش الوطني فهو مطواع، يعني سواء كان في تعز أو في مأرب سينفذون الأوامر، لكن أنا أتحدث عن هذه القوى التي مرجعيتها خارج البلد، خارج الجغرافيا اليمنية. لكن دعونا نتجنب كل هذه المخاوف ويتم توحيد القيادة لهذه التشكيلات وإنشاء غرفة عمليات مشتركة تدير معركة استعادة الدولة، وعلى على يقين أن النتائج ستكون إيجابية بغض النظر عن من سيأتي بعد قيادة وزارة الدفاع الحالية أو الداخلية. بغض النظر عن هذا، المهم أن تكون لك ملامح واضحة لعمل هذه القوى، يعني من خلال غرفة العمليات المشتركة والقيادة الموحدة، وتنفذ أوامر وزارة الدفاع والداخلية بدون تراجع من خلال غرفة العمليات المشتركة. نعم، بالنظر إلى مواقف الإقليم من مهمة توحيد القوات العسكرية في اليمن، يعني بخلاف الرغبة التي دائما ما يبدوها في تصريحاتهم، هل لدى الإقليم الرغبة الحقيقية ويدفع بهذا الصدد بالشكل المطلوب؟ أنا سأتكلم بدون دبلوماسية بصراحة. نعم، لو أن دبي والرياض تريد توحيد القوى العسكرية المقاتلة لتم هذا باتصال تليفوني، لأن هذه القوى إمكانياتها ومرتباتها وسلاحها ومعداتها وعتادها وكل شيء بيأتي من دولة الإمارات العربية المتحدة. فإذا ما شعرت هذه القوى أو إذا ما أعطت دبي الأوامر أن اتحدوا أن ينضوا تحت قيادة وزارة الدفاع أو ستمنع عنكم هذه المساعدة على طول، ما الذي سيقول الزبيدي او المحرمي او غيره، يعني سينصاعوا ويطيحوا وينفذوا ويصبحوا جزء من دار الدفاع. هم يقاتلوا بسلاح من؟ بسلاح الامارات. يعيشوا بفلوس من؟ فلوس الامارات. يستندوا الى افكار من؟ افكار الامارات. هذا يعني هذه مساله واضحه وضوح الشمس في رابعه النهار. يعني زياره الاخ وزير الدفاع الفريق عبد محمد بن علي المقدشي الى المنطقه العسكريه الرابعه ومعه قائد المنطقه كانت نتائجها إيجابية وقوبلت بالترحاب، وقادت التشكيلات القتالية في الضالع وفي أبين وفي شبوة تمام قوبلت بارتياح شديد، وكذلك في تعز. يعني ليست هناك مشكلة مع مفردات هذه التشكيلات من الألوية. المشكلة في القيادة، ومشكلة القيادة مرتبطة أو مرتهنة لقرار خارج اليمن، يعني لو أطماعه وأحلامه في الجزر اليمنية في الموانئ إلى آخره. يعني. نعم، إذا سيد حسام أعود إليك، برأيك هل القوات الموجودة اليوم على الساحة اليمنية يمكن أن تؤسس فعليا لجيش يمني له عقيدة وطنية؟ هل يمكن تحقيق هذه المعادلة في السنوات القادمة؟ اولا انا اعتقد انه تعقيبا على ما قاله اللواء خسروف انه قد جانبه الصواب وقد حاول ان يستسهل في ايجاد اجابه جاهزه
على أن النخبة الخارجية، وهذا جزء من الأزمة التي تواجهها النخبة اليمنية والتي دائما ما توكل فشلها المحلي على الخارج. لتصحيح المعلومات لا أكثر، حاليا قوات المجلس الانتقالي لم تتلقى مرتباتها منذ سنوات، لأنه لم يعد الإمارات هي من تأتي بالمرتبات، وإنما تأتي من خلال قيادة الشرعية ومن خلال قيادة التعاقب العربي الذي هو موجود فيه السعوديين حاليا مقر قيادة التعالف العربي في عدن، بالتالي هذا الأمر مردود عليه. الشيء الآخر، القوات الذي يقول أنها أيضا مدعومة من الإمارات مثل قوات الساحل أو قوات العمالقة، هذه الآن تتحرك بأوامر رئيس الجمهورية، بالذات قوات العمالقة الجنوبية التي ترتبط بين المحرمي والرئيس الإرشاد العليمي حاليا علاقة تكاد تصل إلى التوأمة. بالتالي أعتقد بأن مجرد رمي العبء على الخارج أو الإقليم هو أمر ليس سديد في هذه المرحلة، أن ننظر بشكل أكثر عمقا وأن نرى المشاكل والتعقيدات البنيوية التي كانت حاصلة نتاج السبع سنوات الماضية من الصراع. ولكن أنا أتفق تماما مع اللواء محسن خصوص بأن الآن الجهد يجب أن ينصب على نقطة واحدة وهي توحيد القيادة. حاليا لا يمكن الحديث عن عقيدة قتالية موحدة من جميع المجموعات القتالية الموجودة في مسرح العمليات، ولكن نستطيع أن نتحدث على عقيدة استراتيجية واحدة مفادها أن التهديد الوجودي بالنسبة لجميع هذه القوى هو ميليشيات الحوثي من جهة والجماعات الإرهابية من جهة أخرى. أعتقد بأنه لا خلاف بين جميع قوى على هاتان يمكن لها للتجاوز أي مشاكل تتعلق العقيدة القتالية. الشيء الآخر أيضا هو كيفية تنظيم تمويل ودفع مرتب وتحركات قوى. لكن لمسه في خلال هذا الوقت أن ثمة كيفية توضيح جميع الأفضل. يبدو أن هناك إشكالية في الاتصال مع السيد حسام، لذا سنحاول معاودة الاتصال به. أعود إليك سيادة اللواء. سيادة اللواء، استمعت لحديث السيد حسام الذي قال أن إلقاء اللوم على الإقليم ما هو إلا شماعة يلقي بها فشلهم المسؤولين اليمنيين. والله المسألة فيها وجهات نظر يعني، لكن الذي أعرفه ويعرفه الجميع أن اليد الإماراتية ضالعة في كل ما يجري من صراعات وخلافات، والقتال الذي حصل في أغسطس في المعسكرات كان قتال قادته مباشرة للإمارات وبطيران الإمارات وبسلاح الإمارات، وأخرجوا قوة الحماية الرئاسية قوة الإمارات، وتأتي السعودية في آخر المعركة لتكون واسطة بعد أن انتهت. ما حصل في سقطرة واضح جدا، قوات الإمارات هي اللي سيطرت على سقطرة، وجاءت السعودية لتحل المشكلة وتحل قوات بدلا عنها. هذه المسألة ما فيهاش مراوغة، وليس إلقاء اللوم على الغير يعني. لا، أنا لا أشك فيما قال الأخ حسام من أن هناك مشكلة بنيوية في داخل الدولة الشرعية، بل ومشكلة أخلاقية ووطنية، لأن المسألة هذه مسألة رأي أو قناعة أو أهداف الخارج حينما تقابل بسلبية من الداخل، هذا لا يعني سوى أن هذه القيادة غير كفؤة ولا تستحق أن تستمر، ويجب عليها أن يكون لها موقف وطني. بس كذا القيادة المباشرة، قيادة القوى السياسية والاجتماعية، الأحزاب والتنظيمات السياسية وقوى المجتمع المدني وأصحاب الحل والعقد ورجال القبائل، أين هم؟ ضاعوا وفي حالة بيات شتوي مستمر، ليس لهم دور. أين الأحزاب التاريخية التي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها؟ الأحزاب اللي أقلقت النظام منذ سبتمبر 62 وحتى الآن، أين هي؟ ماذا تصنع؟ ماذا فعلت دعم الشرعية؟ ماذا فعلت في سبيل توحيد القوى السياسية الوطنية؟ أين هي من المعركة؟ أين هذه القوى مجتمعة من المعركة؟ يقولون نحن أحزاب مدنية وعلاقتنا بهذا، في تعقيد في الداخل، لا اختلف مع الاخ حسام في هذا على الاطلاق، ولكن لا يعني هذا انه ليس هناك يد من خارج القطر اليمني لها دور تلعب في احداث كل ما يجري. من انشا تشكيله ووحدات المجلس الانتقالي؟ من صلحها؟ من مونها؟ من دربها؟ من اعدها الى هذه اللحظه؟ من انشا قوه العمالقه وصلحها واعدها ودربها؟ من؟ هل هي تتبع الشرعيه اللي عملت؟
ربما اقول ان قوات المقاومه الوطنيه والمقاومه الارهابيه لديها قدر من الاستقلال الى حد ما، ويمكن ان تكون هي اسهل او الاقرب الى التفكير في الانضواء تحت قياده الشرعيه، وتقريبا قد اعلنوا هذا بشكل او باخر يعني. لكن من يقنع لي قياده تشكيلات المجلس الانتقالي، كانت المجلس الانتقالي في ان تصبح قواته ووحداته وتشكيلاته ضمن قياده وزاره الدفاع؟ هم اعلنوا هذا صراحه يعني وبدون مواربه انهم لا يمكن ان يفرطوا في مساله وجود هذه القوى واستقلاليتها على طريق استعاده الدوله الجنوبيه. ونحن نعرف يعني هل انا والله مسأل استاذ حسام، انا استغرب يعني الامارات مبرئه من ما يجري في اليمن؟ ما الذي تفعله في سقطرة وفي عبد الكوري قواعد عسكريه وفي ميون؟ ومن يدعمها؟ يعني هي موجوده في سقطرة عسكريا، والمجلس الانتقالي يقول ان سقطرة في ايدي اهلها يعني في ايديهم. كذلك فيما يتعلق بميون وعبد الكوري هناك تداخلات واختلاط اوراق في الحاله اليمنيه بشكل غريب، ينبغي ان نتكلم عنها بموضوعيه وبصراحه وبدون دبلوماسيه. اما عجز قياده الدوله الشرعيه والمشكله البنيويه التي اشار اليها الاخ حسام فانا معه وابصم له بالعشر. نعم، اذا سيد حسام الكثير يتفق ان من ابرز العراقيل التي تقف امام اللجنه العسكريه في توحيد التشكيلات العسكريه تحت اطار وزارتي الدفاع والخارجيه هو تعنت التشكيلات الامنيه التابعه للانتقالي المدعوم اماراتيا، وهذا ما حدث خلال الايام الماضيه في شبوه، الاشتباكات الحادثه بين دفاع شبوه التابعه للانتقالي والسلطات المحليه. اليوم كان هنالك توجيه رئاسي من العليم مباشرة للسلطات المحلية بتحييد قوات دفاع شبوة، دفاع شبوة رفضت هذه الأوامر. ولم نضع الأمور في نصابها، أنا لم أكن أريد أن إلى هذه الأجلة، ولكن للأسف لك نظري أنه تعجب والمواليه للانتقالي، والسلطه المحليه هي الان تتدخل كوسيط بين السلطه المحليه تعجب. الثاني يعني الامارات سهلت انشاء الجماعه العسكريه الموجوده الى اليوم، ولو راعينا للشرعيه والاصلاح لنا لا عدم. لا يجب الجر الى هذه المناجمه التي تريد ان ان ان, أن تفاجأ من دور الإمارات. دور الإمارات السعودية دعوة لتدخل التحالف العربي، ولكن الآن نحن نعم أن السعودية والإمارات بشكل مباشر. للأسف ما زالت إشكالية الاتصال قائمة للأسف أستاذ حسام، أنا لا أتمكن، أنا والمشاهدين لم نتمكن من سماعك بشكل جيد، لذلك أعتذر منك. و بما أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكرك على هذه المشاركة. أعود إليك سيادة اللواء، يعني لو كان لديك تعقيب أخير. العزيز حسام حسن النية يعني وينظر إلى المسائل هكذا يعني. أنا أعرف جيدا يعني أطماع دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن. صحيح يعني خرجوا قالوا انهم خرجوا عسكريا من اليمن، ولكن توجيهاتهم نعم. وسلطاتهم ونفوذهم سيادة اللواء دعنا نختم في اطار موضوع الحلقه، يعني ما هي ابرز العراقيل الان التي تقف امام عمل اللجنه العسكريه؟ هي مشكله الانا البنيويه. المجلس الانتقالي لا يريد ان توزع قواته على القوات المسلحه اليمنيه وتصبح تحت وزاره الدفاع. قوة العمالقة لها نفس الرؤية، وهاتين القوتين بمرجعية واحدة هي تتبع الإمارات يعني. قوة الساحل يمكن أن تخضع ويمكن أن يكون لهم يعني رؤية أخرى وحيز جغرافي آخر مختلف. هذه المشكلة، ولذلك أنا أقول أن إنشاء غرفة عمليات مشتركة تتكون من قيادة هذه التشكيلات القتالية المختلفة لتدير معركة استعالة الدولة هو الحل الأفضل والمعقول والمقبول والأنسب والأقرب إلى الواقعية.
نعم، إذن سيادة اللواء محسن خسروف نشكرك جزيل الشكر، وبهذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكركم ضيوفي على حسن، أشكركم أنكم كنتم معي في هذه الحلقة، وأشكركم مشاهدينا على المتابعة، وأشكر زميلي معد ومنتج هذه الحلقة ماهر أبو المجد، وأعتذر كان من المفترض أن يكون معي أيضا ضيف ثالث وهو المستشار في وزارة الداخلية عبد الرحيم العولقي، ولكن كانت هناك إشكالية في كل مرة نقوم بالاتصال به، ونتمنى أن يكون معنا في حلقة أخرى. إلى اللقاء.